Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Marocaine au Luxembourg. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous une soupe avec des flocons d'avoine facile à préparer. La vidéo, elle va être en français et en arabe. Mais maintenant, je vais parler un petit peu en arabe. Vous pouvez un petit peu avancer la vidéo. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي داير مع سيدنا رمضان؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ الحمد لله. هاد الايام هادي اللي دازت، يعني راه غادي دابا تيطير. هاد الايام اللي دازت الحمد لله ما حسينا بتا حاجه، خصوصا يعني حتى الجو مساعد، يعني ماشي الحراره، الجو بارد عندنا هنا الحمد لله. بالنسبة لي قبل ما ندخل معكم في الفيديو، بغيت غير نقول لكم واحد المسألة، وأنني نتمنى لو أنني كنحط فيديوهات يوميا، يعني كنحط مرة فيديو، ما رغم أنني مصورة فيديوهات ويعني موجودين، غير هو للأسف أننا كنحطو فيديوهات والمشاهدة ما كتكونش، يعني كنقول ما كاينلاش غنحط فيديو ما فيهش مشاهدة، ونتسنى واحد شوية على ما يطلع شوية هذا الفيديو هذا في المشاهدة وعاد نحط الفيديو الثاني. يعني كنت نتمنى ان تكون المشاهدة طالعة، ديك الساعة غيكون باستمرارية الفيديوهات تيتنزلو، لانه للاسف تنزلو فيديوهات وما كيشوفوهم ما كيشوفوهمش الناس، لان كما كنعرفو حنا في هذا المجال ديال اليوتيوب، القنوات اللي عندهم المشاهدة واللي يالله جداد وعندهم المشاهدة أغلبية، ما كنقولش كل شيء، يعني لا عندك شي حد من المعرفة أو لا عندك شي حد من العائلة اللي بارتاجك في الفيديو أو لا هدر عليك في الفيديو، يعني واخا كما كيكون المحتوى عندك لغت ليه كتلقى تلقى المشاهدة طالعة عنده بواحد الطريقة صاروخية، يعني المشتركين عنده يعني ما شاء الله الله يزيدهم، المشاهدات طالعين بزاف، يعني وكتلقى يعني الناس اللي الحمد لله بحالي حتى انا، يعني كنخدم على الفيديوهات ديالي، كنحاول نسجل فيديوهات، مي للاسف ما كايناش فيها مشاهده، يعني كنحاول نبدل من يعني مره طبخ، مره كندير يعني الحياه اليوميه ديالي، يعني خريجات، يعني كل مره كنحاول نبدل شويه مشتريات، يعني كنحاول يكون واحد التنوع، مي رغم هذا ما كاينش يعني ما كاينش مشاهده، مي الحمد لله على كل حال. هذاك الشيء هو اللي كيعكزني انايا شويه على انني ننزل فيديوهات، لانه صراحه الفيديوهات راهم مصورين، يعني كنصور ملي كنوجد، كنصور كنخرج كنصور، ولكن كنقول ما كاينلاش غنحطهم الا ما كانوش غادي يتشافوا تنخليهم، يعني رابع المرات تنصور غير بتليفوني وتنقول صافي غنحط لهذا الفيديو هذا، مي كنضطر انني كنحيد الفيديوهات كاملين كنزلهم في البيسي، كنقول ما كاينلاش غنحطهم الا ما كانوش غادي يتشافوا، مره فيديو في سيمانه او لا فيديو في 15 يوم كنحاول ننزل فيديو يلاه يجمع واحد شويه ديال المشاهده. المهم هذه غير واحد بين قوسين قلت نديرها في الدخله، يعني باش تعرفوا حتى نتوما علاش ما كننزلش فيديوهات دائما. ندوزو دابا للفيديو ديال اليوم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي تكون في واحد الشوربه اللي هي شوربه ديال الشوفان، اللي هي صحيه وسهله ودغيا توجد لك حتى لاخر لحظه وجديها، يعني سهله ومنها النيت كنبدلو، يعني كيكون واحد التنوع في الشوربات، يعني ماشي نبقاو غير الحريره يوميا، حنا معروفين بالحريره، مي الحمد لله كاين شوربات اخرين ان شاء الله مازال نشاركهم معكم. يلا نخليكم دابا مع الفيديو. زلافه ديال الشوفان اولا 120 غرام، تقدروا ديروا قل على حساب واش كتبغيوها ثقيله ولا خفيفه، انا من بعد عاد كنشوف. ان بول دو فلوكون دافوان او بيان 120 غرام، طريفات ديال الدجاج اولا يمكن لكم تستغناو عليهم، انا اول مره غندير طريفات دجاج، موالفه ما كنديرها بلا حتى حاجه، اولا كنديرها ب يعني بطريفات ديال اللحم، يعني ملي كنكون كنقطع اللحم
شي طولي شي طراف، تنخليهم بوحدهم بحال هكا الحريره ولا لي سوب. ان بو دو بولي او بيان سون ريان دي تو كون فو فولي. شويه ديال الكرافس، قزبر ومعنوس، ان بو دو سيلري، كورياندر اي بيرسيل، جوج مطيشات، دو طومات، جوج بصلات، دو زونيون، خيسو مقطع طريفات صغار، كاروت كوبي، مركز طماطم، كونسونتري دو طومات، شنو الزيت، انا كنطيب دائما بزيت الزيتون، زيت البلديه، ويل دوليف. بالنسبه للعطريه هنا عندي التحميره، عندي الزعفران، الخرقوم البلدي، وعندي سكينجبير كندير غير شويه، انا ما كيعجبنيش بزاف، وكما قلت لكم الملحه ديال اللي صوب هاد الغليظه هي اللي كندير، يعني الملحه وصافي. بوغ لي زيبيس جي ايسي دو بابريكا روج، جنجومبر، سيل، اوي دي كركما. هنا غنقطع البصله، غنطحنها ولاني غنخليها طريفات صغيورين. جو في ميكسي لونيون او بيان دي بتي مورسو. بحال هكا صغيوره. Ici, j'ai mis l'huile d'olive, le poulet, et maintenant j'ajoute l'oignon. On a dit zit le bledia, dik trifa diel tchaj, on va dire cela. On va laisser tchalla ou chouia. Là, غادي نطحن دابا ديك مطيشه وداك القزبر والكرافس. كندير مطيشه لتحت وكندير عليها الكرافس والقزبر، وعاد كندير مطيشه الثانيه باش كيتطحن ليا دغيا. ماتنو جو في ميكسي لي طوماط، لو بيرسيل، سيلري، جو بو لي كوبي ماتنو دي غون مورسو، يا با دو بروبليم. حنا هنايا للاسف الكرافس عندنا ما فيهش الورق بزاف، اغلبيه فيه غير دوك لي تيج. اي ابري جو في لي زاجوتي. دابا غنزيدهم على ديك البصله، ندير بزاف تصداع انا. من بعد غادي نزيد هذيك مطيشه اللي بقات ليا، اي ابري جو في اجوتي لي كاروت، غنزيد داك خيزو او الجزر بالنسبه لي ما عارفينش شنو هو خيزو. غنخليهم واحد شويه يطلقوا مع بعضياتهم. Je les laisse un petit peu. Après, je vais ajouter tous les épices. D'abord, on va la tria comme là. Ça fait on va les mettre avec les J'ai ajouté tous les épices. Je
شوفوا انا راه الحداقه راه موجده العماره ديال بريوات دايره هنايا كتبرد. صافي وهنايا زدت الماء، كنزيد انا الماء طايب دائما. صافي غنخليها ما تاخذش وقت بزاف، غير على ما يطيب لنا داك خيزو، داك خيزو دجاج. جي اجوتي دو لو اي جو لي لاس جوسكا كون لو بولي سرا كوي اي لي كاروت اوسي. هنا منين طاب لينا دابا الدجاج وطاب الخيزو، خديت ديك مطيشه د الحك وخلطتها مع لاصوص ديال الشوربه وغادي نزيدها دابا. ماتنو لو بولي لي كاروت ايل سون كويت، جي بري لي طوماط كونسونتري اي جو لي ميلونجي افيك لا صوص اي جو في لي اجوتي. صافي وغادي نحرك، غادي نخليها غير واحد شويه. انا راه هنا خدامه تنصاوب في نفس الوقت تنصاوب البريوات معمرين. واحد شتا ما نقول لكمش كطيح، عرفتي حال السرجم تنسمع صداع داك الصوت ديالها زوين، هانتوما غتسمعوا. دابا راه نقصات شويه، قبيله عرفتي كانت مجهده بزاف. ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. ici après 5 minutes je vais ajouter les flocons d'avoine. هنا من بعد ما خليت ديك مطيشه 5 دقائق غنبدا نزيد في هذيك بشويه بشويه. شوفان نسيت على السميه مشات ليا دابا. on n'est pas obligé d'ajouter toute la quantité. moi je vais pas ajouter les 120 grammes. هنا ما يمكن ماشي مجبرين اننا نديرو الكميه كامله، على حسب نتوما واش كتبغيوها ثقيله ولا خفيفه. انا غير سي كو لا مواتي كو جي اجوتي ميم. اي ماتنو جو في لا ليسي 5 مينوت جوسكا 10 مينوت. دابا غنخليها من 5 دقائق حتى 10 دقائق ومرارا نحركها ما ننساهاش باش ما يهبطش ليا داك الشوفان يلصق ليا. وهنايا باش درت الشوربه قلت علاش لا ما نديرش معاها واحد بوشيار، انا درتو تخليت وخمر تبارك الله. ها اش ما تقولوش ناسين داكشي المغربي، بوشيار مغربي على حقه وطريقه. والشوربه ها هي وجدات، يعني من بعد ما طاب لينا الشوفان تنطفو على البوطه وكنزيدو غير شويه ديال العصير الحامض. اي على فان فو بوفي اجوتي لو جو دو سيترون ان بتي بو. هنايا اللي كيبغيها تكون خاطره اكثر يزيد الشوفان اكثر. انا القياس عطيته لكم حيت انا مولفه كنديرها وما عمري ما كنعبر القياس، داكشي باش قلت لكم 120 غرام راه غير قولي 80 غرام هكاك، ما انا كندير عيني ميزاني ما تنعبر صراحه الشوفان. صافي وهنايا كنت وجدت كنت شفتوه معايا كنوجد بوشيار وبريوات والسيجار. المهم هذه هي الطبيله ديالي وعندي واحد لا طبقه في الفران، بغيتو تيأذن
حنت غير السومون راه دغيا دغيا على ما نشربو الشوربه وعاد ناكلو الحوت، حتى تيأذن عاد نشعل على البوطه على الفران. السومون راه دغيا دغيا كيوجد هنايا. راه قبل ما نحط الطبله قلت نوريكم بعدا باش منين نبغيو نفطرو ما يبردش كلشي. يعني نتمنى تكون عجباتكم. وهنا الفيديو ديالنا كيسالي، نتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنسونيش من لي لايك واشتراك وتعليق، لان صراحة كيشجعوا التعاليق والاشتراكات فضلا منكم وليس امرا. وكذلك واحد الحاجة ما تنسونيش من البارتاج ديال الفيديو، لان حاولوا تبارتاجوه مع العائلة والاصدقاء باش يتعرفوا حتى هما على القناة ديالي. هنا غنقول لكم بسلامة وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله، وشكرا على المشاهدة. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas s'il vous plaît de partager la vidéo avec vos amis et aussi liker la vidéo et un petit commentaire. Et à la prochaine, au revoir.